بسم الله. لو احنا عايزين نرسم مجسمات في برنامج اوتوديسك فيوجن 360، باجي من كرييت اقول له انا عايز ارسم بوكس او سلندر، والامر بسيط جدا. تبدا ترسم مثلا الشكل اهوت، وهتدي له الديامتر بتاعك والهاي، وتقول له اوكي وخلاص. طيب لو انا عايز ارسم شكل تاني، عايز ابدا انا ابدع، ممكن استخدم اوامر سكتش واروح محولها 3 دي. يعني اقول له مثلا عايز ارسم مثلا سيركل، وارسم سيركل اهيت تمام، واقول له ستوب سكتش. طيب اعمل ايه بديت؟ هاجي هنا الكرييت، الاقي امر اكسترود. اكسترود امر سهل جدا، اي شكل 2 دي بيبدا يحوله، يديله الزد بتاعه فيتحول معايا شكل 3 دي تمام. امر انبثاق، بعلم على الشكل دوت وابدا اديله الانبثاق بتاعه قد ايه تمام، وبكتب من هنا المسافه تحت قد ايه، هعلزها من ناحيتين مثلا ولا من ناحيه واحده. عايز الاقتراب بتاعتي مثلا ممكن اقول له سيمتري تمام. طيب في امر ايه تانيه؟ ممكن اقول له امر مثلا ريفولف. ريفولف يبقى لازم ارسم خط تاني الشكل 2 دي يلف حوالينه. اقول له سكتش واقول له لاين، وابدا ارسم خط جنبيه. بحيث ان الشكل الدائري ده يلف حواليه اهو. تمام، واقول له ستوب سكتش. طيب اجي هنا لامر ريفولف، بيقول لي حدد البروفايل، حدد البروفايل. طب والاكس بتاعي اهو. طب عايز يلف بقد ايه؟ 360 ماشي، 180 ماشي، كله ماشي اهو تمام. طيب نتراجع عن الخطوه ديت، اقول له لا انا عايز اعمل امر تاني مثلا زي امر سويب تمام. امر سويب اهوت، اروح قايل له انا عايز ارسم لاين، بس خلي اللاين ده عمودي على الشكل بتاعي، مش في نفس المستوى بتاعه كده مثلا. وزي ما انت شايف الامر كلها قريبه من الامر اللي كانت موجوده في الاوتوكاد 3 دي ماكس. اقول له هنا سويب، وراح مختار الشكل بتاعي، وبعد كده اختار الباص اللي هو دوت. فلاقي الشكل بتاعي بيبدا يتحرك تمام، هو مش قادر يحركه على اساس ان الشكل صغير، شكل المسافه بتاعته مش متوافقه مع دوت، الدوريه مش قادره تاخد الشكل اللي احنا ماشيين عليه. ممكن اروح ايه الغي الخط دوت تمام، نرسمه تاني. اقول له انا عايز ارسم سيركل اهي، انا رسمنا السيركل، وابدا ارسم الخط بتاعي لاين تمام. انا نخرج من سكتش واقول له ارسم لي لاين تمام. لازم اختار حاجه يكون عمود عليه اهو. اقول له ستوب سكتش تمام، واروح قايل له امر اللي هو امر سويب، اخد شكل البروفايل وده الباص بتاعي. الاقي ان هو نفذ بدون اي مشاكل خالص. المره اللي فاتت كانت المشكله ان الشكل اكبر من المسار، فكان صعب يتعمل تمام. واي حاجه برسمها بتظهر معايا هنا، السكتشات بتاعتي بتظهر معايا هنا تمام. هتلاقي اوامر برضو زي لوفت ده برضو موجود، هول في اوامر برضو بتساعد زي ميرور. انا ممكن ارسم نص حاجه، ولما اخلص خالص اروح اعمل لها ميرور.